ساهمت. تفنن في الكوجينة بالميني سالي فانواز. فانواز حلوة منك. سيركو بينك بنا بلينك بلينك. ويربول le sens de l'essentiel. حبيبتي مويت ومرحبا بكم في ميني شيف باي سيسي. اليوم باش ندللكم مرة أخرى وباش نعملوا دو غوسات، غوسات شكري اللي هي غلاس فريز وغوسات سالي اللي هي كيش. ملي فيسا فيسا نشوفوا المقادير قبل ما نبدأ الغوسات البنان نتاعنا. دونك بعد ما شفنا المقادير خلينا نبداو بالغوسات نتاعنا. احنا عندنا دو غوسات باش نبداو بالسالي اللي هي الكيش. باش نستعملو بريباراسيون ميني سالي فانواز، باش نزيدو عليها 80 ملل حليب، 75 غرام زبده وعظمه. هاي نبداو. دونك نمدو الصحفه، نحطو في زانفير ميرا خيرش لا فيش باهي. دونك نبداو. انا الكيش نحبها برشا. دونك هكا نزيدو عليها الحليب، نرجعو هذايا، نزيدو عليها الحليب والزبده. فوالا اليوم باش ندللكم باش نعملو دو غوسات بنين كيفنا كيفما لي غوسات نتاعنا الكل. باهي فوالا، هادي حاجتنا بها من بعد. وتوا باش نفقصو العظمة نعملو التكنيك نتاع العادة هاذيك، ديما نستعملوها التكنيك هاذيك. فوالا وتوا باش نبداو نعجنو. دونك ديما العجينة نعجنو بيد بركة، ما نعجنوش بزيدين، جوست يد تشد الصحفة ويد نعجنو به. نشمرو على يدياتنا كيما نقولو ونبداو باش نعجنو كل شيء مع بعضو. غوسات هذيا هاني غوسات هي باش تطلع ساهلة، خاطر ذكرني برشا تخش عليها تحت سالي الكيش. ومن بعد هنا باش نشيخوها، نحطو فيها تن، باش نحطو فيها فرماج، نحطو فيها برشا حاجات. ماهي دونك انا يا صحابتي مويتا باش نكمل نعجنها شويه ونحلها على البلاتو نتاعي. اونطروطون خلينا نمشيو نشوفو صحابنا تيمويت اللي يتفنوا باللي برودوي فانواز. اتو سويت
كانك انت زادة تحب تشارك في جو فانواز وتربح حلو كبير فيه منتوجات فانواز لبنينة؟ الطريقة سهلة، صور فيديو وانت تصنف اي حاجة تحبها، جاتو، كيك، بيتزا، كريب، اللي تحب، اي حاجة مالحة ولا حلوة، وبعثلنا الفيديو على صفحتنا على الفيسبوك تيمو تي في، وكل جمعة نختاروا احلى فيديوهات نعديهم، ولجنة بين تيمو تي في وفانواز تختار فيديو فائزة كل أسبوع، وهكا نجم تشوف روحك في برنامج كلوب تيمو ميني شيف، وزيد نجم تربح اللو من منتوجات فانواز باش تزيد تصنف العائلة الكل. يلا نستناو فيديوهاتكم يا أحلى تيموات. محليهم صحابنا التيموات اللي صنفوا باللي برودوي فانواز، وانتم زادة كنت تحبوا تشاركوا وتربحوا، ما عليكم كان تبعثونا الفيديو متاعكم على الباج فيسبوك تيمو تي في، وانتم تبدعوا باللي برودوي فانواز. ونذكركم اللي كل جمعة فما فائز، ملاحة سعيد للجميع. خلينا نكملوا الغوسيت نتاعنا. كيما تشوفوا سي بون البات نتاعي حضرت وحطيتها في المول نتاعها، توا ما بقى كي باش نعملها الفخس ونحط لها الفخس وندخلها في الفور وتي بالكيش نتاعنا. دونك توا خلينا نعملوا الفخس، باش نستعملوا ريغوتا، باش نستعملوا تون، باش نستعملوا ثلاثة عظمات. دونك نبداو نحطوا ريغوتا، نحطوا قبل ثلاثة عظمات باه نحيوهم هذوما، نحطوا ثلاثة عظمات فخس. وبيان سور ديما نذكركم الفخس نجمو تعملوها باللي تحبوا. سي بون احنا اليوم اخترنا فخس، معناها عملنا كان تونو ريغوتا. انتم تنجمو تعملوا اللي تحبوا، تنجمو تعملوا طبات سيريز، نجمو تعملوا شامبينيون، نجمو اختاروا انتم اللي تحبوا. الفخس ديما معناها اختاروا انتم كيما تحبوا انتم. هكا فوالا هكا ايوا فوالا. دونك نحطو عظمتنا الثالثة، نحطو التن فوالا، نحطو التن و توا باش نعملهم من بعضهم نحركوهم بالفوي. احنا الماكلة نبداو نقراو عليها ملي احنا صغار 4 سنين، وكل خاطر حاجة مهمة تطيب والماكلة وكل كيفاش نعرفو ماكلة صحية شنو الماكلة المضرة، هذاك الكل نعرفو اول حاجة خاطر حاجة مهمة هذيكا. معنا من بعد كي نكبرو نجمو نتغرمو بالكوجينة نوليو نطيبو، حتى متغرموش نطيبو انا وبليجي، معنا حتى نبدا نعيشو ولا حاجة نطيبو حاجات. هلا والصغار انا من كنت صغير كنت نعمل ساعات كيكه كريب اومليت لي بيتزا كل حاجات معناها بداو بدائيه شويه، ومن بعد كي نكبروا ولي نعملوا حاجات بهي، واليوم معنا نعملوا دي روبا كومبلي احنا. فوالا دونك سي بون عملت الفخس نتاعي، توا باش نحطها فوق التخت هكا. نمد المغرفة ما يسالش، نحطها في البلايص الكل على قد معناها التخت نتاعنا، تشهي شفتو ريحة التوم الحقيقة ياسر تشهي. هي غسات الكيش غسات ماهيش رونسية، غسات معناها مدهينها من برا ما ياسر بنينة هي، لازمكم تجربوها في الدار وابعثونا على الفاش فيسبوك لي زافي نتاعكم ان شاء الله تعجبكم. ها قول نتوما لي غوسيت نتاع ميني شيف ديما يعجبوكم. ها باه دونك سافا كملت. دونك توا باش نمشي ندخل الكيش نتاعي في الفور لمدة فوالا 15-20 مينوت على 180 درجة. اونتر تان خلينا نمشيو نتعداو لو غوسيت السكري نتاعنا، وقبل ما نبداوها خلينا نمشيو نشوفو المقادير. اتو سويت. يا
أصحابي تيموات سيبان الغسات سالي متاعنا حضرت اللي هي الكيش وزيناها بالغوكات والتمات سغيز وشيخناها ياسر ياسر تشهي طاو باش نتعديو الغسات سكري قبل ما ناكلوها اللي هي غلاس فريز باش نستعملو بخيباراشون فانواز غلاس وباش نزيدو عليها 250 مللتر حليب خلينا نبداو مدو الصحفة باش نعملو فيها الخليط هيا ومن بعد جس نحطو المقادير اللي عطاهمنا ومن بعد نركزو هكاو الكلاص ياسر سهله غوسات ياسر ياسر سهله ونحبها وفاش اخترت الغاز ما تعرفوني ان نحب الغاز كوجينتي كلها غاز انا لابسه غاز دونك اخترت الفخاز نعملوها نستعملو كان دو زانغريديون اللي هي لي بريباراسيون والحليب وبانواز عم سهل علينا باللي بريباراسيون هكا مليحتها كلها فخاز ونحطو 250 مللتر حليب ونربدو غوسات ما فيها شيء سورتو غوسات نتاع الصيف شيء غلاس ندير نستناق باش يجي الصيف باش ناكل الغلاس هكا البرد تاو نبدا نركضو شويه حتى ينحسها سي بون بدا تاخذ الفورمه نتاعها سي بون الكلاص نتاعي حضرت تو قبل ما ندخلها الكونجيلاتور لمدة 4 سوايع مينيموم باش نعملو الكريم شانتي اخترنا كريم شانتي فريز دونك نخليوها هنا نبداو نعملو الكريم شانتي نفس الغسيل الكريم شانتي قريب جوست هنا باش نزيدو عليها 90 مللتر حليب نمدو صحفتنا دي غوسيت ياسر ساهلين عاودا في الدار عاد ماشي كوم سا عاودا في الدار وابعثولنا على الباج فيسبوك لي زافي نتاعكم كالعادة وتحبوا حتى ما تعطيونا دي غوسات جدد في جو كونكور نتاع فانواز اعطيونا هان ديجا ديما ناخذ منهم احنا في ميني شيف تبعثونا على الباج فيسبوك تيبو تي في لي زافي نتاعكم كل شيء حتى التصاور نتاعكم انتم طيبوا في لي غوسات زاده واعملوا جو كونكور فسيرو تفنوا نعرفكم انتم دونك يلا توا باش نزيدو عليها الحليب 90 مللتر حليب وباش نعاودو نركدو بنفس الباتور اللي استعملناه ميساج هو ما انا ما يقلقش حتى كي نستعمل نفس الباتور خاطر هي نفس الغوسات راهو 90 مللتر توا نعاودو نستعمل الباتور بسم الله دونك سي بون كملنا الكريم شانتي وكملنا الكلاص تاو ما بقى لي كي باش ندخل الكلاص للكونجيلاتور لمده 4 سوايع ومن بعد نرجع لكم دونك يا صحابي تيموات كيما قلت لكم حضرنا الكيش وحضرنا الكلاص تاو ما بقى كي نحطوا الكلاص في الكيس نتاعنا هاي نبداو دونك نغطسوا نعملوا بها الكلاص في الماء ونعملوها كنشوفو محليها الستانسيل ماني قلت لكم على الكويزين نتاعي توت اكيبي لحظه لازم راهو الكلاص تقعد في الكونجيلاتور لمده 4 سوايع مينيموم مش ماكسيموم مينيموم 4 سوايع جات تلقاو المعلومات هذوما الكل في الكوفري نتاع البريباراسيون دونك هذه نعم نعملو بول اخرى اعملو قد ما تحبوا دي بول شاهي ذكرني في يومات الصيف كنا نمشيو ناخذ الكلاس نستنى فيهم
دقائق. حاولوا انها تكون دورة. انا خاتمكم تعرف كيما نقولكم الكويزين تاعي ايكيبي هذاك علاش عندي نتعمل الكلاس، اما نتوما اعملوا بالمغرفه اعملوا اللي تحبوا ما يسالش ما يقلقش. دونك نبلوها شويه هكا باش بعدي كتعاونه. تو نعاودو ناخذ، شفتوا كي سهلت كي بليناها بالماء، نتو نعمل هكا فوالا زين بالكلاس. وتوا باش نعملوا الكريم شانتي كيما قلت لكم امريكا، انا ديجا حطيته في البوشه دوي نتاعي، مش كيما قلت لكم حطيته في البوشه دوي نتاعي. اوكي حطوها. تو باش نعملوا هكا دور 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 تكون محليها محليها محليها. اوكي وبيان سور نذكر بحاجه، انا اليوم عملت غلاس فريز، نتوما تنجموا تعملوا اي غلاس، فما غلاس فاني بو احنا الغاسات نتاعنا اسمها غلاس فريز سبيسيالمون، ام فما اللي يحبوا مثلا غلاس شوكولا ولا غلاس فاني ميسيش محليها. اوكي سي بون. دونك توا باش نرشوها بالشوكوبينغ. ايه نعم اوكي بعدهم هكا. هفا هكا. دونك انا اليوم ماكم تعرفوا نحب كل شيء اسورتي كل شيء مزيان، اخترت لكم شوكولاتينغ فرامبواز خاطر فيه الغوز، واحنا معناها استعملنا فريز فريز هنا استعملنا فري يقرب اليو فرامبواز خاطر فما شوكولاتينغ فريز، دونك اخترنا شوكولاتينغ فرامبواز. دونك كيما تشوفوا لي دو غوسيت منين نتاعي حضروا، انا شي خليها مع الاخر خاطر ياسر ياسر شهي. اوكي من بعدهم هذوما ياسر 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 شهيب، تاو ما بقالي كان باش ناكلهم. تاو باش نقولكم باي باي الف غشين شهية طيبة. تفنن في الكوجينة بالميني سالي فانواز. فانواز حلوة منك. شوكوبينغ بنا بلينغ بلينغ. ويربول لو سانس دو ليسانسييل. كيكو تيتو ميمو ما عارف شنو باش نسميك، باش نسميك تيمو. قم لا تتبع الكسل، هيا هيا الى العمل، دورا امشي دورا اطير، احلم احلم حلم كبير. قم لا تتبع الكسل، هيا هيا الى العمل، دورا امشي دورا اطير، احلم احلم حلم كبير. بين الصور والابطال ابني حلمي ليل نهار، قالت امي ضاق الحال، لن اقبل بالاستهتار، ابني عقلا خزن علما، ابني عقلا خزن علما. ابني جدارا حول الجهل، بالعلم كل شيء سهل، تاريخ فن وعلوم لابد للعلم يدوم. أن تبقى أمام التلفاز ليس بالحل الممتاز، العلم أساس التكوين لا بالقوة بل باللين. قم لا تتبع الكسل، هيا هيا إلى العمل، دورا أمشي دورا أطير، أحلم أحلم حلم كبير. ابني عقلا
خزن علما، ابني عقلا خزن علما، نعبر تاريخ البلدان، نرسم للدنيا ألوان، الصبر أساس البنيان، والحكمة فينا عنوان، للخير أسعى مبتهجا، للعلم أخطو منتهجا، قم لا تتبع الكسل، هيا هيا إلى العمل، قم لا تتبع الكسل، هيا هيا إلى العمل، ثورا أمشي ثورا أطير، أحلم أحلم حلم كبير.